خد الميكرو على كركات. اذا السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا الان كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء مع امداد الام هذه اللي جات منين قلتي ليها؟ فقيه بن صالح، من جماعه فقيه بن صالح. هاد السيده اللي غتحكي لنا القصه المثيره والغريبه ديال الابنه ديالها اللي تعرضت للاغتصاب. البنت ديالها اللي عندها 11 سنه تعرضت للاغتصاب، يعني من عند واحد الشخص اللي كتدعي الام انها عندها 16 سنه. بغات تعاود لنا التفاصيل، تحكي لنا شنو واقع بالضبط، بقات فيها البنت ديالها اللي طرا لها هذا المشكل. انا غادي نعطيها الميكروفون باش تعاود لنا شنو كاين. هاك اختي شتي هذا بحال هكايا، قربي شويه، هذا شتي بحال هكا، قربي شويه، يلاه ملي نقول لك دويت اخويا. انا نهار السبت من شهر 10 في 3 كنت خدامه داخله مع 7 ديال الصباح، وديك الليله انا ما خرجت حتى 10 حتى 8 ديال العشيه. سخرت ملي جيت، اذا دخلت لداري مع شي 8 ونص ديال الليل، عيطت على بنتي قلت ليها سيري سخري لي عند واحد السيد انها هوايا باش يجي يصيب لي جليج المراح. ملي سخرت بنتي قاد السيد ما كاينش في دارهم، مش قال لي جاي انا بنتي من الدار، شد الدري عنده 15 عام في عمره، ملي شدها جر لي بنتي واحد البلاصه فيها ما فيهاش الضو، جرها حيد لها حوايجها، ملي حيد لها حوايجها دار لي هذاك الشيء منور، ملي سرقت عليها فمها وبقات يبوس فيها. ملي جرها بنتي بصح بالجهد قال ليها والله ما كاين والله تهضري تشدد عليها وسير على بمعيار خايب باش الهضره ما تقولها لحتى شي واحد لا ديالها لخوتها. يا ديك جات بنتي انا بقيت في الدار على اساس انا بنتي راه غادا بقات تما مع البنات باش تجي معاهم. انا الزنقه كانت عامره ماشي كانت الدنيا خاويه، ولكن ديك البلاصه اللي بهذاك السيد شويه خاويه ما فاتها شي واحد، لان بنات ديك الدريبه اللي فيها حنايا كاملين البنات تيلعبوا تما كاين. يا ديك مني خرجت بنتي من مني خرجت سلام من السيد، خرجت من الشجره لقاها واحد السيد قال ليها مني خرجت بنتي تقول لي قال لي تقلعات بنتي. مني فاتت الراجل فاتت داك السيد اللي شافها خرجت وغادا تتبكي وهي تقول البنات هربوا هربوا راه شو عيب هذا ليا وهذا ليا. البنات اش قالوا ليها؟ قالوا لي سير قوليها لماماك. مني قالوا لها سير قوليها لماماك بنتي ما نقدرش نقولها، ما بنتي اصلا ايفا ايزماتيك. تقولوا ليها الدريه، تقولوا ليها الدريه البنات واش تخنقتي؟ قولي لها واش مخنوقه؟ نقدر تقول لهم بنتي لا انا لها شو عيب هذا ليا وهذا ليا. قالت واحد البنت حدانا جداتها دخلت عند عمتها، جات عمتها تجري منى منى هبطي راه شو عيب هذا لبنتك. لقيت بنتي انا فمها زرق حالتها زرقاء، زيت هذه بيجامتي ديك الساعه ديتها عند جوندار فمها زرق وداك الشيء اللي خاشي لها فمها وفم ما دار لي حاشاك الحجر ديالو فمها. هي هذيك من شد البنت من دي جات عندي للدار زيت ديت بنتي عند جوندار. من ديت بنتي عند جوندار بصراحه وقفوا معايا خرجوا شو جوندار باش انا ما يدقوا على الدري ما باش يخرجوا. قالوا لك الدري ما كاينش، والدري انا ملي شفتو راه سالم مع بنتي اقسم لك بالله، وتقيته واقف مع ولدي بنتي في الموتور، واقف مع ولدي انا في الموتور في الزنقه. وحد قلت لي واخا عليك والله ما تبقى فيك ودزت للدار ومشيت من تما كي مشيت عند جوندار. الدري داز من حدايا مع جوندار ويقول لي جوندار لا ما كايناش الدري راه ما كاينش شعي ما كاينش في الدار. مشينا هي هذه مشيت قولي مع العشره زيت من تيم حتى الجوج ديال الليل وحنا عند جوندار. ملي مشينا عند جوندار حتى الجوج اللي خرجنا قولي ماشي عيطوا علينا على لومبيلونس ديال الدريه بنورج على اساس الطبيب الشرعي باش يشوفها. ديناها من جا لابيلونس داتها من عند جوندار داوها ليا بنورج انا الطبيب باش يقلبها. ما قاتهاش الطبيب ما قيناش الطبيب. هي هذه مشيت عند جوندار نهار اثنين قلت لهم ها انتم هما الوراق اللي عطوني. قال لي واحد جدارمي قال لي ها انت راه نهار اثنين غنمشي معاك انا ماشي هو. قلت من العسل يمشوا معايا هما داكشي اللي كاين. مشاو معايا جوندارم الله يجازيهم بخير بصراحه، مشاو معايا ووقفوا معايا حد مني وصلنا للدار هبطنا مشينا للدار. مني واحد شويه عيطوا علينا قال لك اجي، ومني مشينا دخلنا عند لاجودان هو والشاف ويقول لي بنتك ما فيها والو. قلت لي الحمد لله مني انا بنتي ما فيها حتى شي حاجه، لان التقرير اللي عطاوه ليا ما عطاوش لي انا عطاوه للجوندار ما شفتوش انا ما شديتش بايدي. ما خشاش فيها من حك عليها من اللور وخشى عليها فمها
ماشيني. ما فوتش ديال البكره ديالك؟ لا لا، مني مني سالا من يحط شي هذاك، مني مشينا الدريه زين الدريه، مني جينا عطاوها عندنا جندر قال له يقول لها انت علاش كذبتي، علاش كذبتي علينا؟ بنت مسكينه بقى فيها الحال، قالت لك علاش انا يقول لي كذبتي؟ انا اصلا دار لي داك الشيء، شافني الراجل بنتي تقول لهم انا شافني الراجل تحت الشجره خارجه بنتي من تحت الشجره. بنتك شنو عاودت لك؟ قالت لك بنتي لا، قالت لك ماما انا داروا لي الماء، انا بنتي ما بقيتش نقدر نهضر معها حتى في هذا الموضوع، بقيتش بغيت نجبدو بتاتا. مني مشينا عند جندار، مني هذيك مني تمشي عند جندار تقول لك حنا باقي الدوسي باقي ما مشاش، على الدوسي باقي ما مشاش، عاد ولي تجيب لي سبعة الاولاد، وهاد الدري انا ما غالبنيش لحد دابا، ولكن انا بنت المخزن اللي دار لي شد لي حقي صراحة، انا نعس ما بقيتش نعسو. يعني هو واخا قاصر بغى تابعي قانون؟ نتابعو، انا ما تابعتوش غيديروا لي فيه ولادي شي حاجة بكل صراحة، انا وليت تما لك الخدمة على حساب. بنتي عندها 11 عام دابا، بنتي راه مابقاش تشري المدرسة. 11 عام ولا 11 عام؟ بنتي نقولها هو الدري عنده 15 عام، وبنتي عندها 11 عام. وانا مابقيتش نشري الخدمة. بنتي ما بقيت لي مشاش المدرسة، لا مشات المدرسة. بنتي تعاود لكم كل شيء داكشي من الاول حتى الاخر. شوف بلا ما تبينوش عطيها تقول لنا شنو. عطيها غير الميكرو بلا ما تطور عندك. ياك ما تطوريش. عاود داكشي من الاول حتى الاخر. صافي. بلاتي بلاتي بلاتي. شوف بنتي، غاتحاولي تقول لنا شنو طرا لك صفاتك ماما كتسخري، شنو وقع لك بالضبط؟ والولد بلا ما تقول لي سميتو، واش ولد دركم، فين كتشوفيه، واش كتعرفيه، واش ساكن حداكم في الدوار، انت بنتي يلاه بلا ما تدوري واش قلنا عادي واخا ماما عاودي لينا شنو وقع. ولي انا اللي سخرتك النهار مني نهار سخرتك. واش تقدري تدوي؟ تبغي تدوي؟ واخا غير قولي شنو. قولي قولي يلاه سير. ولي انا سخرتك ما قادراش تدوي. ما كاينش حاجه هضري ناري ايوا هادشي اللي كاين. انت نتمنى الله يجزيكم بخير، انا بنت السلطه ديالي تاخذ لي حق ديال بنتي، انا ما بقاش تجيني الناس، وانا عندي سبعه الاولاد، وهاد الدري انا باغي ناخذ الحق ديالي، انا لاني ولادي مدرا ولادي انا ما بقاش باغي نخرجو. وتقول يا ماما شوفي انا واش تقول، انا ديما غادا عند جندار، ديما انا غادا عند جندار، تقول لك حنا باقي ما سحلوش الدوسي، لو فهمتوا لك الدوسي عند وكيل المالي. ودي الدري تمشي للمدرسة، تنطالب أن المخزن يشد لي حق بنتي. بنتي ولات لا 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 أنا بنتي شد لي حق بنتي يشد لي حق ديالها. راجلك وولدك اش كيقول؟ أنا ولدي تيقول لك تابع لي المخزن، سيري نتبعوا المخزن تشوفوا المخزن اش غيدير معانا. كون بصراحة قسما بالله هادشي اللي كاين. ما تقبلتيهاش؟ بحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، صراحة تقال. انا ما نهضرش على داكشي اللي نقول لكم، راه سيروا عند الجيران يقولوا لك انا ولادي كي دايرين وشوفوا انا كي داير. انا ما تنض... انا ما تنبلك مع حتى شي واحد، انا من الخدمه للدار من دار الخدمه. بنتك قلنا حسبي الله ونعم الوكيل. الدريه ما بقاش تقدر، هي ما بقاش قادره تهضر معاكم، والدريه ما بقاش باغي تجيب هذه الهضره ديالها، قالت لك انا صافي وما تلبناش الزوم، ما بقاش باغي تخرج تهضر معاهم، ما بقاش باغي تلعب. باش نختموا، شنو نداءك والطلب ديالك؟ النداء ديالي ان السلطات ديالي تشد لي حق بنتي، هادشي اللي بغيت انا. انا بنت حق ديال بنتي ما يضيعش، هادشي اللي بغيت انا. ان شاء الله يكون على خير ونتمنى وحسبي الله ونعم الوكيل. بوقت ان شاء الله نتمنوا لبنتك الشفاء العاجل، نتمنوا لها ان شاء الله يكون خير. انا قدوسي انا ما جاي مع الطبيبه النفسانيه، وهي عاكاني رونديفو نهار 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 صراحه ضاعت فيه جوج باش انا نمشي عندها.